أعتقد أنك سمعت كلام كتير عن Assassin's Creed Rogue وأنها مجرد تجربة جانبية من Ubisoft بتسحب بيها شوية دولارات من مقتني أجهزة جيل القديم. الوضع في الوقت اللي صدرت فيه أول مرة كان فعلا بيوحي بكده، لأنها أولا صدرت في نفس اليوم اللي صدرت فيه لعبة Assassin's Creed Unity، لعبة بالرغم من حجمها إلا أنها خيبة أمان ناس كتير، وثانيا التقييمات الضعيفة اللي اللعبة حصلت عليها. نسخة جديدة من اللعبة صدرت من حوالي أسبوع على البي سي، ومن تجربتي الشخصية هختصر لك الحوار في كلمتين: روج من الأجزاء العبقرية في سلسلة Assassin's Creed. ما شفناش في الأجزاء اللي فاتت من السلسلة جزء بيتناول القصة من الزاوية اللي بتتناولها Assassin's Creed Rogue، وخلينا نشرح لك معنى ايه الكلام ده بالظبط. شاي كورماك بطل اللعبة هو أساسن أيرلندي الأصل، والقصة تتناول نشاطه قبل وأثناء الحرب الأهلية في أمريكا، يعني بتزامن مع قصة هيثم كينواي واللي بيقوم بدور كبير جدا في القصة. المميز في قصة شاي كورماك انه على العكس من باقي الأساسنز اللي اطلعنا على قصتهم، بيحط سيفه على جنب، بيبص للأساسنز ويقول لهم ايه الهاتش اللي احنا بنعمله ده يا رجالة، وبعد كده بيكون عنده الشجاعة كاملة انه ينقلب على الأساسنز. وبلاش اكمل عشان ما احرقلكش ايه اللي هيحصل، بس بيعمل حاجة تخليه في وجهة نظري اقوى أساسن يظهر لحد النهاردة. انضمام كورماك للتمبلرز بيحصل بشكل منطقي، بيخاطب عالي المتابع وبيطلعك على كتير من أسرار وأيديولوجيات التمبلرز، واللي طول السلسلة ما كناش نعرف عنها حاجة غير انها مجرد نوايا شريرة. فكرة سطحية بالتأكيد، وده اللي هتكتشفه في Assassin's Creed Rogue. Rogue أيضا بتربط كل خيوط ببعضها، قصة هيثم مع تيمبلرز، قصة كونر كينواي والثورة الأمريكية، قصة أكيليز مدرب كونر كينواي، وقصة أساسن تاني لو قلتها لك يبقى بحرقك القصة، وده في الماضي جوا الأنيمس، وإنما في الوقت الحاضر جوا أبسترجو إنترتينمنت بتطلع بشكل موازي على أسرار هتفهمك بشكل كبير ليه التيمبلرز بيدوروا على المعلومات التاريخية دي اللي بتحيط الأساسنز. لو ليه اعتراض واحد بس، فإن اللعبة أحياناً بتخرج عن السياق علشان تثبت لك إنه تيمبلرز هم عنصر الشر بدل ما تسيبك أنت تختار. مع ذلك لازالت اللعبة بتغير من مفهومي للتنظيم بشكل كامل. Assassin's Creed Rogue الجرافيك فيها مطابق للي كان موجود في Black Flag. في الواقع حاجات كتير من Black Flag لازالت موجودة، زي المعارك البحرية والعالم الواسع. الجرافيك في اللعبة لازال في غاية الجمال، إلا إنه يبدو ضعيف بعض الشيء مقارنة بأساسنز كريد يونيتي. انضمام كورماك للتيمبلرز وحربه ضد الأساسنز بيضفي تغيير شيق جدا على الميكانيكس. كورماك عنده قدرة جديدة انه يشعر بوجود الأساسنز حواليه، واللي طول الوقت بيحاولوا يغتلوه او يغتلوا شخصية مهمة بيحاول هو يحميها، فانت طول الوقت بتبقى منتظر اير أساسنيشن يحصل ضدك. احساس بالخطورة بيضفي جو مختلف تماما لطور اللعب اللي كان موجود في بلاك فلاج. من اكتر التغييرات الشيقة في الموضوع ده نوع مهمات جانبية جديد اسمه الاساسينيشن انترسبشن، وده فيه بتحاول توقف خمسة او اكتر من الاساسنز بيحاولوا يغتلوا شخص معين في وقت قليل، والاساسنز زيك بالظبط بيستخبوا وسط الناس او جوه الهاي ستاكس، واللي كان طول الوقت تحدي شيق. تخيل انك بتاساسينيت الاساسنز شخصيا. الليفل ديزاين في اللعبة فوق الممتاز. اي نعم الاساسينيشنز ما بتوصلش لمستوى التعييد اللي في يونيتي، بس لا يزال المصمم بيبين قد ايه مدى جمال انه يخلالك طريق معين جوه المهمة، وفي نفس الوقت يسيب لك الحرية كافية انك تبدع لو حبيت. الكامبين في اللعبة مبنية على افضل مهمات لعبتها في Assassin's Creed الجزء الثالث والرابع، مع ذلك ولانها اول لعبة كبيرة تخرج من تحت ايد استوديو غير Ubisoft مونتريال، واضح ان الاستوديو المصمم ما كانش بيهزر في حتة الابداع في تصميم المستويات، وده باين قوي في شجاعة القرارات اللي اتخذها الاستوديو اثناء التصميم. خليني برضو اكون صريح معاك، روج مش لعبة بيرفكت، فيها مواضع كتير ناس بتنتقدها ومعظم الانتقادات دي منطقية، ولكن في النهاية مش هو ده اللي بيعرف اللعبة. مثلا الاداء الصوتي لبعض الشخصيات كان مش دون المستوى ولكن غير احترافي في بعض المناطق. اللعبة كمان مبنية بشكل كبير على أسس بلاك فلاج، وبتحصل برضو في نفس الجو الأمريكي، يعني مفيش اختلاف كبير في المشهد. مع ذلك فهي تعد تحفة تقنية، لأن الألعاب اللي بتصدر في آخر جيل معين من الكونسولز المصمم بيكون فهم الجهاز اللي معاه كويس وبدأ يركز في الإبداع. عجبني جدا فكرة إنه المعارك البحرية بقت سفن القراصنة هي اللي بتحاول تاخد السفينة بتاعتك مش العكس. البعض قد يرى Assassin's Creed Rogue لعبة عادية بسبب بعض الاعتبارات واللي معظمها قد يكون منطقي، ولكن مش ده اللي بيعرف اللعبة في وجهة نظري، وإنما أنا بشوف Rogue على ما هي عليه، لعبة ممتعة في عالم واقعي واسع بقصة شيقة مليئة بالإبداع، بطلها أكثر شخصية مثيرة للاهتمام في السلسلة كلها، بجانب نهاية غير متوقعة واللي تركتني في حالة لهفة غير عادية للمزيد من شيء كورماك. روغ باختصار هي جزء عبقري من سلسلة Assassin's Creed.